بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد أحباب، مع صفحة 33، السؤال الأول: يقوم منصور بزيارة عمه فيقطع 5 كيلو بالطراد ذهابا وإيابا، إذا قطع المسافة نفسها في كم مرة يزور عمه؟ 20 كيلو، هنقسمها أو أقول له 20 نوزعهم على 5 فيها 4، يبقى أقول له إيه؟ 4 مرات. أقول له كده 4 مرات. منها 20 على 5 تديني 4. هنا عاوز بيقول لي ما النمط؟ 2 بعد كام؟ 5. بعدين اللي حصل زودنا 6، أول مرة زودت 3، ثاني مرة زودت 6. طيب بعدين ال 11 بقى 23، يعني زودت 12. المرة دي بقى هنزود كام؟ 24، يعني كل مرة بنضاعف العدد. لما نزود 24 هتبقى 47، يبقى نكتب هنا جوه الخانة دي 47. ليه؟ لأن أنا هزود 24. طيب نروح الناحية التانية. خلاص خلصنا دي عشان نمسحها عشان وشايفين كويس. صح، خلينا ننزل للمسألة رقم 4. يلزم عام 4 أكواب من الدقيق لصنع طبق الكعك، ويلزم نصف هذا العدد يعني 2 بس لفطيرة الجبن. كم كوب من الدقيق يلزم لصنع 7 فطائر؟ يبقى هم 2 هضربهم في 7 يساوي 14. يبقى الحل 14 كوبا. أقول له 14 كوبا، لأن نص العدد الأربعة يعني 2، وعشان نعمل 7 أكواب 7 فطاير الفطيرة باتنين في 7 يعطينا 14. إيه طيب نمسح ونطلع فوق. مسألة رقم 5: مع حمد 30 هدية ويريد أن يعطي عدد منها لأصدقائه وعددهم أكثر من 6، إذا أعطى كل واحد عددا مساويا من الهدايا هنقسم 30 وزعهم على كام علشان يفضل معانا 6. أشوف أضرب كام في 4 يديني 24، يبقى لو أنا قلت 3 في 4 هتبقى، خلي هنا، لو أنا قلت 30 على 2، 3 على 2 فعل ايه؟ فعل ايه؟ فعل 1، والواحد في 2 ب2، هنزل نطرح هيفض معانا ايه؟ 1، وهنا بقت 10. 10 لما وزعها على 2 كل واحد هياخد ايه؟ 5. لا مش هتمشي، يبقى احنا بنخمن، لازم نخمن عشان تطلع معانا مظبوط. يبقى هنحلها بطريقة تانية، نقول له 12 ضرب 2 يعطيني 24، ال24 زائد 6 اللي هم هيفضوا معاه يساوي 30 اللي هو عدد الهدايا. كده خلاص، يبقى هو
هيأتي لكل عدد الهدايا التي أعطاه لكل واحد منهم كام؟ 2. يريد أن يعطي عدد من أصدقائه عددهم أكثر، فإذا أعطى كل واحد عدد مساوي من الهدايا وبقي عدد، كم العدد اللي ممكن الأصدقاء؟ 12. ويدي لكل واحد منهم 2. خلص؟ 12 و2، نضرب 2 في 12 ب 24، على 6 اللي فايضين معانا يبقوا 30. إذا كان لدى سعاد 5 أوراق نقدية قيمتها 62، فما فئات الأوراق النقدية اللي لديها؟ أقول له 50 أو 50 زائد 5 زائد 5 زائد 1 زائد 1 يساوي 62. يبقى كده 5 ورقات، 50 دي أول واحد، 5 2 5 3 1 4 1 5، خلاص يبقى 50 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 1 زائد 1، اللي فوقها الأصدقاء 12 والهدايا كل واحد ياخد 2 يطلعهم 24، وفضل معاه 6 يبقوا 30. يقوم منصور بذات عمه، خلاص دي خلصناها يعني كده خلاص عشان نمشي ما نطولش عليكم. خلاص 50 زائد 5 زائد 5 زائد 1 زائد 1 زائد ايه؟ 12. نروح للمسألة اللي بعدها. يريد عمر أن يذهب، طيب هو عاوز يروح قبل الوقت المحدد، هنجمع يعني الوقت المحدد اهو، ده ساعة ساعتين 3 ساعات ونصف، يبقى كام؟ 3 ونصف. 3 وإيه؟ ونصف. طيب ال3 ساعات ونص يبقى هو المفروض يمشي الساعة كام؟ أقول له 12 و30 دقيقة، الموعد المحدد المفروض يمشي. تلاتين، أقول له كده وأنا أعمل له كده، عشر، عاوزة تتعكس، لا كده 12 ونصف، يبقى المفروض يمشي الساعة كام؟ 12 ونص، تحط عليهم 3 ونص يبقى 4. خلاص كده أقول له 12 ونص، 12 و30 دقيقة، ممكن نقول له يعني ونصف لو أنت حبيت تأكد أوي، تقول له ونصف 12 ونص، لأن المدة اللي هو يستعملها هنا إيه؟ 3 ساعات و30 دقيقة. لما تزودهم 30 على 30 يعطيك ساعة تبقى 1، 3 ساعات يبقى 4. خلاص عشان نبقى فاهمين إحنا بنقول إيه. الخطة التي استعملتها في حل المسألة، ثم فسر كيف استعملت هذه الخطة. احنا زي ما احنا عملنا كده، زي ما قلنا لسه، احنا قلنا عملنا ايه؟ جمعنا، او اكتب لكم بالعربي، تقول له جمعت واجباته فكانت 3 ساعات ونصف، طرحتها من 4:15 فكانت النتيجة 1:15 ظهر، يعني مساءنا عشان ما حدش يقول صباح. هذه هي الطريقة اللي احنا استعملناها، اهي جمعت واجباته لقيتها 3 ساعات ونصف، طرحتها من الساعة 4، من الساعة 4 معلش كتبتناها بالغين خلاها بالعين، فكانت النتيجة الساعة 12:30 ظهر. خلي ده كده عين بس.
عشان في ناس بتصدق اللي انت كاتب خطأ. وهنكتب له فوق مع ال 12 ونص، اكتب له مساء او ظهر، اكتب له فوق مساء او ظهر. كده خلصنا الصفحة. أرجو ألا تبخلوا علي باللايك والدعاء والاشتراك. القناة عليها قوائم رياضيات، قوائم علوم، قوائم لغتي، قوائم دراسات إسلامية من الصف الأول للسادس. لا تنسونا من اللايك والاشتراك وترسلوها لأصدقائكم وأحبابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.